طيب ركزوا بقى معايا وهبقى اسيبكم تشتغل. بسم الله. احنا كده شفنا الاختلاف ما بين اللان والوان في لير 1، شكل الكابلات اختلف، شكل الفتحات اختلف، السرعات اختلفت، المسافات اختلفت، وهكذا، سيزيو ديزيو بقى وفتحات سيريال وكابل في 35 وهكذا. وشفنا الاختلافات في لير 2، ايثرنت 2 ما عادش ليه وجود، يا اتش دي ال سي يا ايها يا تريبل بي. هل بقى في اختلافات في لير 3؟ انتوا لو تلاحظوا انا حطيت 7.1 7.2 8.1 8.2 مش زي الشغل اللي عملناه هي. بس كان في اختلافات بسيطه في التريبل بي، كان ممكن يبقى الفتحه دي واخده اي بي واللي قصادها اي بي فرنج ايها فرنج مختلف. في اختلافات تانية بقى، بصوا ركزوا معايا. ماذا لو انا وصلت لينك سيريال ما بين ده وده؟ طيب احنا قلنا طبعا لاب زي ده بلاش تستخدم فيه الاستاتيك راوتنج. الاستاتيك راوتنج قلنا لو عندي اكتر من سكه توصلني لنفس الشبكه ابعد عن الاستاتيك راوتنج. انت استخدمت الاستاتيك راوتنج قلت له اطلع من اللينكه دي واللينكه دي، طب افرض اللينكه دي اللي وقعت، اي حاجه هتتبعت من تحت كده مش هتوصل. فعشان كده في سيناريو زي ده هنستخدم يا ريب، ولو استخدمت الريب مش هتبقى فيه اي مشاكل. لكن لو استخدمت الاي اي جي ار بي او الاو اس بي اف هيبقى فيه مشكله صغيره بس هنحاول نيها نحلها. ايه بقى المشكله دي حضرتك؟ الاي اي جي ار بي والاو اس بي اف اكتر حاجه بيعتمدوا عليها عشان يحددوا افضل سكه يمشوا فيها هي ايه؟ السرعه، صح كده ولا ايه؟ طب انا موصل نت من السيرفيس بروفايدر سي الايست لاين اللي رابط اليكس بطنطا كان سرعته مثلا 1. لو تفتكروا اي 1 ديت احنا قلنا السرعات في الوان ليها اسماء، الاي 1 اللي هي 2 ميجا، 2 ميجا دي الاي 1. اتنين ميجا، واللينك اللي رابط ده بده ده اي 3. تعرف الاي 3 دي كام؟ الاي 3 دي 34 ميجا، واللينك اللي رابط ده بده اي 3 ده 34 ميجا. تفتكر بالعقل والمنطق كده لو انا شغلت الاي اي جي ار بي او الاو اس بي اف انا عايزه يختار انهي؟ اللي تحت طبعا هي الاسرع. بس في مشكله بقى ان الاي اي جي ار بي والاو اس بي اف لما بيجوا يحسبوا حساباتهم بيتعاملوا مع فتحات السيريال على ان سرعتها تي 1. يعني الراجل ده لما يجي يحسب حساباته هيشوف السكه اللي من فوق سرعتها ايه؟ تي 1، والسكه اللي من تحت سرعتها ايه برضو؟ تي 1. ده الديفولت، مع ان اصلا السرعه اللي انا طالبها من سيرفيس بروفايدر 34 ميجا، فالسرعه الحقيقيه في نقل الداتا ما بين ده وده 34 ميجا، لكن السرعه اللي هيحطها الاي اي جي ار بي والوصف في حساباته هتبقى كام؟ 1.5 ميجا. انت عارف الراجل ده هيفتكر كده ان السكه دي 1.5 ميجا، والسكه اللي من تحت 1.5 ميجا، والسكه اللي من فوق هيبقى الديلي فيها اقل من السكه، لان انا هعدي هنا على روترين. عارف كده الاي اي جي ار بي والوصف هيختاروا انهي سكه؟ السكه اللي فوق. مع ان حضرتك اللي تحت ما شاء الله 34 ميجا. لا، هو الاي اي جي ار بي والاو اس بي اف لما بيجوا بيعوضوا في حسابات، اول ما يلاقي الفتحه سيريال يقول لك يبقى بنسبه كبيره سرعتها تي 1، انا هعوض بتي 1. حتى انت لو جيت هنا، لو جيت هنا على ال انيبل قلت له شو انترفيس اس 0 على 1 على 0، بص هتلاقيه بيقول لك ايه؟ حضرتك انا هتعامل مع الفتحه دي على ان الباند ويدث بتاعها كام؟ 1544 يعني 1.5 ميجا، دي 1544 كيلو. فهي دي اللي هيعوض بيها في المعادله بتاعت سواء الاي اي جي ار بي او الايه؟ او الاو اس بي اف. كده كده البروتوكول هيحسب حساباته غلط، حاسبها على سرعه مخالفه للسرعه الايه؟ الحقيقيه. عشان كده هنا الصح لو انت عايز الاي اي ده لو انت استخدمت اي اي جي ار بي او اس بي اف، لو انت بتستخدم ستاتيك او مستخدم ريب مثلا، ريب كده كده ما بيبصش على ايه؟ على السرعه. طيب لكن لو مثلا اي اي جي ار بي او اس بي اف لازم كده اعرف سواء الاي اي جي ار بي او اس بي اف اقول له بقول لك يلا يكرمك ما تحسبلناش غلط بقى، انترفيس اس 0 على 1 على 0 او هنا بقى اللي تحت ده كام؟ اس 0 على 1 على 0 صح كده؟
اس 0 على 1 على 0 حضرتك ده الباند ويدث بتاعه هو الديفولت ايه 1544. لا اقول له ده حضرتك اديله بقى ايه السرعه بقى الحقيقيه بقى، شوف هو شغال 34 ميجا يبقى 34000، 34000 كيلو يبقى 34 ايه كده ميجا. هو بيحسبها حتى انت لو جيت هنا قلت له كويشن مارك بيقول لك اكتب لي السرعه بالكيلو بالكيلو، فانا لو كتبت له 34000 يبقى 34 كيلو، 34 كيلو يبقى 34000 كيلو، 34000 كيلو يديك 34 ايه ميجا. يبقى انا كده بقى انا كده بقول الاي اي جي ار بي على اس بي اف ده الرقم اللي هتستخدمه في حسابك. طبعا تكتب الكوماند ده على الفتحه دي وايه كمان اللي قصادها والفتحه دي ها واللي قصادها عشان لما يجي يحسب حساباته يحسبها صح. دي بس المشكله اللي هتحصل هنا. الحته اللي انتوا سالتوا عليها لما خدنا التريبل بي اوثنتيكيشن، المفترض لو انت هتعمل اوثنتيكيشن ما بين ده وده يبقى هتكريت على ده يوزر نيم لده، ولو هتعمل اوثنتيكيشن ما بين ده وده كمان يبقى تعمل يوزر نيم تاني لده، ومش شرط تبقى الباسورد اللي هتعملها ما بين ده وده تبقى شبه الباسورد اللي هتعملها ما بين ده لده، يعني ده ممكن يبقى ليه باسورد مختلفه عن الباسورد اللي ما بين اللينك ده واللينك ايه واللينك ده. هنا بقى ممكن تعمل اوثنتيكيشن من اليكس الطنطا. لا ما لو باعت ماليش دعوه باللينك ده يعني هنشيل ده. لو باعت من اليكس الطنطا لا ما انت كده كده انت عشان تبعت من اليكس الطنطا انت ما بتبعتلوش على طول، انت بتبعت ده اللي جنبك، فاهم؟ حاجه يبقى في ثقه في مين؟ في اللي جنبك بس، انا ببعت للي جنبي يعني انا ماليش ان انا اثق في ده، انا ببعت للي جنبي هو اللي بيوصل. اهم حاجه يبقى ده بيثق في ده وده بيثق في ايه؟ وده بيثق في ده. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب نوقف الفيديو ده على كده ونشوف حاجة جديدة.